كان الحزب هذاك ما حدش ينجم يخدم الحلم ولا يخدم المشروع السياسي اللي انت حلمت به، نظن ما عادش عادي انك تمشي منه. وقت نرجع انا في 2015 كانت الفكرة الاساسية شنية، انه في النهاية الناس تحب جاية من مشارب سياسية او فكرية مختلفة، قوميين يساريين، جات ناس من تجربة اسلامية، جات من تجارب مختلفة. في النهاية كيفاش ممكن الناس هذوما المختلفين فكرين ينجموا يأسوا مشروع سياسي واحد مع بعضهم وينجموا يقدموا انفسهم كبديل؟ لانه ملاحظ انا من منذ انتخابات 2014 انه وهذه مفارقة في السياسة في تونس، انه الثورة اللي قامت طبعا من اجل الديمقراطية وايضا من اجل مطالب اجتماعية انتهت في النهاية انه جابت لنا احزاب عندها توجهات يمينية. تقول انه في الجانب فين اليساري في الجانب الديمقراطي الاجتماعي البلاد فيها فراغ كبير، كان الامل انه المشروع هذا يكون البديل، انه هو يمثل ربما القطب الثاني. لانه ديما كنت اقول انا انه الاستقطاب الحقيقي اللي كان الاستقطاب اللي كان موجود بحركه النهضه ونداء تونس هو استقطاب مغشوش، لانهم عندهم نفس الخيارات الاقتصاديه والاجتماعيه، وان البلاد حقيقه تحتاج انها تبني قوه سياسيه اخرى بخيارات ديمقراطيه اجتماعيه تنجم تكون منافسه لذلك القطب اليميني. اللي وقع انه بعد تقريبا 3 سنوات تكتشف انه المشروع هذاك ما عادش ينجم يقدم البديل هذاك. المشروع هذاك معناتها حقيقة يعني استوفى جميع الامكانيات اللي تسمح له انه يكون ذلك البديل. فطبيعي معناتها كما في الحياة احنا نقولوا ارض الله واسعة، ايضا ارض السياسة واسعة. نرجع نقول لك مش مهم الاشكال السياسية، مش مهم اللي هم مشنية، هو المشروع هو الحلم. وين تنجم تنجح؟ تنجح الحلم هذاك وتساهم مع ناس اخرين في انه الحلم هذاك ينجح، هذيك هي السياسة. دونك هذاك هو السبب في الحقيقه. وتعرف انه وقت يتعطل المشروع وما عادش علاش تعطل المشروع حركه تونس الاراده، وانت كنت من المؤمنين بالفكره هذيك اللي جات مباشره بعد الزخم الانتخابي اللي تلم حول المرشح محمد موسف المرزوقي واللي نافس لاخر لحظه الباجي قايد سبسي وكان حتى قريب من الفوز. رمزيه هذا المشروع كانت دائما حول منصف المرزوقي وتاريخه وماضيه ومواقفه ومبادئه وخياراته وخاصه نضالاته في زمن الاستبداد. هل انه اليوم حراك تونس الاراده وزعيمه محمد منصف المرزوقي كمشروع سياسي زوز انتهاو؟ شوف خليني في الحزب الساعة. أنا نظن الحزب كيما تطور نظن ما عادش ينجم يتطور أكثر. الحقيقة الحزب من الحاجات اللي كانت حقيقة معناتها مؤثر في نشاطه في المسيرة اللي أنجزها الآن على مدى 3 سنوات، إنه في النهاية جانا بميراث ثقيل شوية اللي هو ميراث تجربة المؤتمر من الجمهورية. إن نظن جزء من مشاكل حركة تونس الإرادة إنه جزء من المعارك التي كانت تخاض داخل المؤتمر الجمهورية وهزيته للمصير اللي احنا نعرفوه انتقلت ثقلها مش فقط السياسي وأيضا أحيانا ثقلها النفسي على الحزب. ناس في النهاية لقات أرواحها ما عادش تنجم تخدم مع بعضها، ونظن هذاك هو الإشكال الأساسي. أيضا شوف راهو تنجم أنت، وهذا في علاقة الآن بالمرزوقي، تنجم في لحظة أولى تنجم تبني حزب على شخص في مرحلة أولى، بمعنى لأنه الناس للأسف الشديد وهذا مربوط عادة بعملية الوعي الجماعي اللي موجودة، أنه الناس طابق بين الحزب وبين المؤسسة نتاعه. الناس تعرف يقول كذاك حزب رجل غنوشي، حزب البيجي، نتذكر وجادة في الانتخابات ناس نخبت شو سمعت ذاك حزب البيجي، أني ذاك حزب المرزوقي للأسف. وهذا نجم يكون في النهاية في عملية الانتقال السياسي احنا ما عندناش تجربة سياسية وحزبية عظيمة، عادي تونس وحنا يعني كنا مازلنا نتعلم شعبي مازال موجود وكنا حتى في مزاجنا كنا مازلنا نتعلموا في المسألة هذه. انت تقول والله مش اشكال اذا كان هذا الشخص عنده نوع من الرمزية وتنجم تبني على الرمزية هذيك باش توصل للتوانسة، لانه في النهايه تعمل شنو هو؟ انه التوانسه تقرب لهم المشروع نتاعك عن طريق شخص، لانه في عوضهم باش يبقوا يلوجوا على المشروع في النهايه الشخص هذاك يمثل نوع من الرمزيه المعينه، نوع من نظافه اليد، نوع من التاريخ النضالي، معناتها التاريخ الحقوقي. في النهايه تقول انا نبني على الرمزيه هذه ونبني حزب. لكن وقت تبقى في الشخص هذاك وما تبنيش الحزب هذاك وما تعملش مؤسسات نتاع حزب ويبقى معناتها موقف الحزب الكل مرتبط بالرايع السياسي اللي جمعته لك كالزعيم هذاك، يعني يطلع هو تطلع انت، يهبط هو تهبط انت. في النهايه مش هذاك المشروع، في النهايه مش من هذيك السياسه. انا نظن الحراك والأسوأ الحراك اللي هي تجربه عجيبه انه الحراك بقى ديما اقل من المؤسسه نتاعو. شفتوا عمليات معناتها سبر الاراء الكل اللي موجوده، وهذه عمليه وهذه حاجه غريبه، تلقى رئيس الحزب
عنده معناتها الكوتا نتاعو طالعه في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسيه والحزب نتاعو ما تلقاش. وهذه حاجه هو الاصل ساعات ينجم يكون عادي او انه الحزب طالع والرئيس نتاعو مش طالع لانه الحزب ماهوش الشخص. لو نشوف هذا حركه النهضه حركه النهضه طالع وراجل غير مش بتلقاش في السونداج. اخر سونداج شفت 1.9 والحزب نتاعو 36%. دونك في فهمني بينما الغريب انه رئيس الحزب هو اللي طالع احيانا يولي معناتها كانه الحزب يولي عبء على رئيس الحزب. وهذه وضعيه لكن شوفوا طبعا انا جيت قبل ويمكن فسرتها الوضعيه هذه الوضعيه هذه كيفاش انا وقتها فسرتها قلت ترى في النهايه رئيس الحزب احيانا ثم ناس تلقى بالحاجات اللي بنها هو حول شخصه عبر تاريخه ثم ناس احيانا تحس ليدونتيفيكاسيون فيه هو لكن ما تحسهاش في الحزب بتاعه تحسها في احزاب اخرى. ايضا مشكله انه جزء من الرصيد بتاعه هو مبني على عمليه استقطاب ومعناتها عمليه استقطاب بعتها في علاقة بالنظام القديم. ثم ناس مازالت كمل الفوتيتويل تحب تصوت ضد النظام القديم لكن وقت تفكر انها تصوت ضد تصوت للمرزوقي لانه هو يمثل ربما يمثل هك الاستقطاب الرمزي والسياسي كنا نحكيه عليه. لكن وقت يجيب يحكيه في المستوى التشريعي لا يلوجوا على حزب اخر يقول لك لا عنده نوع من القوة اللي تنجم تخليه مثلا ينجم يكون معناتها في النهاية على الاقل يحقق التوازن مع المنظومة القديمة اللي رجعت ونعرفوها اليوم كيفاش ولات موجود. دونك التفكير هذاك يخليك في النهاية شنو انه ناس خطر في الرئاسة لأنه معدو صلاحية كبيرة أرتاح الخيار يولي عنده طبع مبدئي أكثر بينما في الجانب التشريعي في البرلمان تولي لا خيار ندخل في حكاية الفوتيوتيل. دونك فولينا فك الوضع المفارقي أنه رئيس حزبك يبدأ من الولا وانت الحزب نتاعك في الأخر وهذايا ما عادش ينجم يسمع وهذا كان عائق كبير قدام حتى حركة تونس الإعادة ما عادش ينجم يكبر الحزب هذايا. علاش ما عادش يكبر؟ لانه كما قلت لك الناس اللي تصوت لرئيسك يمشوا يصوتوا لحزب اخر ويصبح اليوم انه ضعفك هو نتيجه لضعفك فبالتالي متى تدخل في حلقه مفرغه انه هذا حزب ما صوتش ليه حتى كان انا مؤمن به وكذلك لانه ما نجمش يعمل لك التوازن مع المنظومه القديمه فبالتالي بما انه ضعيف ما نجمش نصوت له دونك يبقى ضعيف فبالتالي الضعف السياسي اللي ينتج ضعف انتخابي وضعف انتخابي اللي ينتج ضعف سياسي تدخل في الحلقه المفرغه هذيك تقول ما حدش نجم نتطور. طيب عبد الواحد اللي حيوي النشط السياسي خروجك من حزب حركه تونس الاراده ما كنتش لوحدك فما مجموعات اخرى استقالت قبلك من بينهم نذكر على سبيل الذكر الحصر طارق الكحلاوي عدنان منصر وغيرها من القيادات اللي استقالت بطريقه مختلفه على الطريقه اللي استقلت بها انت طبعا لكن يعني برشا يراوا انه بشكل او باخر قد تكونوا تنكرتوا لمحمد منصف المرزوقي قفزت من السفينة والسفينة ما زالت في بحر فيه الأمواج متلاطمة فما أيضا شكون عاب حتى الطريقة اللي خرج بها طارق الكحلاوي وعدنان منصر وتلك المجموعة وانت شخصيا يعني كنت من أقرب المقربين من المرزوقي وهذا اللي خليك في وقت من الأوقات تشغل خطة الناطق الرسمي باسم الحزب. اليوم ما تراش وأنه ربما قد تكونوا تسرعتوا في الحكم على تجربة سياسية مجال الانتخابات ما جاتش الانتخابات البلدية ماهيش مقياس واليوم حتى المشاكل اللي عرفها حزب حركة تونس الإرادة جل الأحزاب فيها مشاكل داخلية. لا شوف البقاء في الحزب والخروج منه نأكد لك على الأقل بالنسبة لي يعني صدقني ما عندوش علاقة بمعنى ميزان القوى السياسية والإمكانيات المتاحة لي في الانتخابات الجاية يربح ولا ما يربحش إلى آخره ضعيف ولا مش ضعيف ولا قوي مش هذا الإشكال. الإشكال أقوى من هكذا الشخص المرزوقي والله مش بالذات في شخصه لا مش في شخصه شوف لانه هذا اللي قريناه في البيان اللي اصدرته مجموعه طارق الكحلاوي لما استقال وخرج من الحزب. شوف الناس اللي قرب من الحزب يعرفوا جيدا انه في المستوى السياسي والفكري في مستوى الفكره السياسيه انا كنت اقرب لطارق وعدنان يعرفوا هذا لكن انا ما خرجتش معه واكثر من ذلك انا كنت من اشد الناس اللي نقدوا البيان اللي هبط هذاك وخاصة في الجزء اللي ونحكيه بصراحة في الجزء اللي تحكيه على حكاية المحاور والعلاقة الخارجية وهو نكون أنا صادقة معك فما شكون اعتبرها طعنة في الظهر للمرزوقي من أقرب المقربين لي لا نقول لك بشو نبدأ صادقة معك وصفت بأنها غدرة سياسية لا لا مش بالمعنى هذاك. شوف على فكرة الجملة هذيك بالذات اللي أثارت إشكالات اللي هي في علاقة بمسألة سياسة المحاور وإلى آخره والله واحد من الأشخاص اللي خرج معها تقريبا هو اللي فرضها الجملة هذيك لأنه ما كانش يخرج معها ما قريبا نذكر اسم انتعه على فكرة هو شخص محترم وهو شخص هذا كان في المكتب التنفيذي في الحزب وهو وانا نحترم في هذا رؤيته الفكرية تقوم على أساس السيادة الوطنية كل شيء يحله بالسيادة الوطنية تقول له عندي أزمة تحليب يحللها بأزمة وهو شخص بالعكس جيد عنده جاية من تجربة كان في التكتل وعندي لي احترام شديد.
دونك عنده حساسيه مفرطه, والكلمه دي ما كانش كان يقولوا حتى قبل, عنده حساسيه مفرطه من اي حاجه هو يعتقد ان تنجم تمس معناتها السياده الوطنيه, السيادة الوطنية. وطبعا كانت عنده قراءته اقرب الى مش مساند مثلا النظام السوري, ولكن اقرب الى اعتبار انه في النهايه النظام السوري هو يتعرض للمؤامرة, يتعرض الى مؤامرة اجنبية. وان واليوم الاهم مش فقط الديمقراطية انما السيادة الوطنية, ومن بعد ما تجيبش تبني سيادة وطنية ديمقراطية بدون سيادة وطنية, وهي وجهة نظر محترمة جدا. ربما يلزم فقط المعادلة احيانا بين السيادة الوطنية وبين الديمقراطية, معناتها مش بالضرورة يلزم واحدة على حساب واحدة. دونك الشخص هذاك هو اللي فرض حقيقة الجملة هذيك. وانا اتصلت بها بتاعك شنو هي المكتوبة هذه, لاني انا بتجربتي مع المرزوق هو نعاودها لانه ديما تطرح مسألة قطر وكذا وهذه شهادة قدامها. علاش بقات الصورة هذه ملتصقة بشخص منصف المرزوقي وبحزب حركة تونس؟ منصف المرزوقي هذا حزب المحور القطري التركي, وهذا يعتبروه البعض وأنه حركة تونس الإرادة وكأنه حديقة خلفية لحزب حركة النهضة. شوف أنا كنت علاش الصورة هذه النمطية ملتصقة بالحزب وبشخص المرزوقي؟ أنا كنت تعرف أنا كنت في الأخر في قلب القرار السياسي في وسط الحزب, ويفترض أنه موقعي يسمح لي باش نعرف كل شيء على الحزب. أنا نأكد لك أنه الحزب كمؤسسة وحتى المرزوقي ما كانش عنده علاقة خاصة لا بقطر ولا بأي دولة أجنبية. المرزوقي موقفه من قطر هو موقف أخلاقي, ديما عنده فكرة وقت اللي كان رئيس تركيا, وقت كان رئيس عطاهم فلوس, وقت تكلمهم عطاوة إلى آخره. أو أنا نعطيك حاجة بالعكس, علاقته منصف المرزوقي. واليوم الأرقام الرسمية تأكد أنه دولة قطر أكبر مستثمر في تونس بعد الثورة, مستثمر عربي طبعا ليه, وساندته حتى في مستوى تركيا في مستوى المساعدات العسكرية. أو نعطيك حاجة يمكن العباد ما تعرفهاش, بيناتنا شوف الناس كلها تعرف بعد ما نخبيه نقولوها توا كذا فهمني. بالعكس علاقة المرزوقي بالأمير على الأقل وبالوحدة ماهيش العلاقة اللي يتصورها العباد. اليوم أكثر واحد مؤثر في دولة قطر وفي أمير بتاع قطر هو عزمي بشار, والناس تعرف جيد أنه عزمي بشار والمرزوقي كانوا علاقة تاريخية وكان عندهم مشاريع فكرية مشتركة. اليوم العلاقة ما عادتش جيدة, الضوء ما يتعديش, ما نعرفش الأسباب بيناتهم ولا حاجة, أسباب دي ما عندها طابع ذاتي. لكن في النهاية اليوم عزمي بشارة ما هوش الصديق القديم بتاع المرزوقي, والمرزوقي ما هوش يفهمني. لكن تحكي على مسألة السيادة الوطنية, فما شكون يراه في المقابل أنه ما فهم حتى مشكلة إذا كان مصلحة تونس اليوم تقتضي الانفتاح على قطر, على تركيا, على الإمارات, على السعودية, على أي دولة كانت, ولكن في إطار احترام السيادة الوطنية. ولهذا يجي المؤاخذة على أنه مثلا المنصف المرزوقي عنده مواقف حقوقية مبدئية تجاه سوريا مثلا, ولكنه ولا مرة ينتقد النظام القطري, ولا مرة ينتقد النظام التركي اللي فيه الآن صحفيين مسجونين, فيه حقوقيين مسجونين, فيه معارضين في السجن على خلفية مواقفهم, فيه أيضا نوع من الإبادة الجماعية اللي صارت بعد محاولة الانقلاب, واللي فيها ربما نوع من الإفراط في استعمال نفوذ الدولة والقوة. لا شو, مانيش متاكد انه المرزوقي حقيقه ما ابداش معناتها مواقف بالاحداث هذه كلها. نرجع نقول لك صحيح ماهوش بنفس الحده, ديما في علاقه انه الموقف الاخلاقي كنت مفسر لك فيه انه بالنسبه ليه الناس هذوما عندهم فضل على تونس وقت كان هو رئيس, وبالنسبه ليه مشكلته انا نتصور مع الامارات ولا مع اي دوله اخرى هي مشكلتهم علاقتهم بتونس. انا نتذكر نقعد مع المرزوقي ولكنه شرس في انتقاد النظام السعودي وخاصه نظام الامارات بالذات, لا يفلت ولا يفوت اي اطلاله اعلاميه الا ويهاجم دوله الامارات مثلا. بالذات مش شوفش بالذات مش بسبب الاوضاع الداخليه ربما في الامارات, بسبب انه ما يعتقدوا, هو نظن صحيح مش يعتقدوا خطأ, انه دوله الامارات اليوم هي عندها اجنده كامله ضد ما يسمى بالثورات, مش ما يسمى ضد الثورات العربية. والمرزوقي اليوم تعرف هو مساند رئيسي لمسألة الثورات العربية, يعني في النهاية مشكلته مع الإمارات. نقول لك شو مدخلنا في الثورات العربية, احنا نحكيه على تونس وعلى الثورة التونسية. وإذا تونس كان فما ربيع راهو ربيع تونس, ويهمنا مصلحة تونس سواء تونس كانت مع الإمارات, مع السعودية, مع قطر, مع تركيا, مع الولايات المتحدة الأمريكية, مع أي دولة كانت. المحور الإماراتي السعودي للأسباب السياسية اللي تعرفها الناس كلها وأحيانا مرتبطة بهمومة, من ضمن الأهداف متاعهم هو تصفية جميع الثورات العربية بما فيهم الثورة التونسية. وأنا نظن مشكلة يعني مشكلتهم مع الثورة ومع المسار الديمقراطي, مش مع الإسلاميين والإسلام السياسي في تقديرك. لا, جزء هو أحد مشاكلهم, هم الحقيقة مع الزوز, لكن أحيانا أحد مشاكلهم مع الثورات العربية هو مشكلتهم مع الإسلام السياسي. لكن أنا نظن مشكلتهم مع الإسلام السياسي هي مشكلة التنافس على الفضاء الإسلامي السني, مشكلتهم بالإخوان المسلمين بصفة عامة ما هيش مشكلة خيارات, مش ما عندهمش نفس الخيارات. بالعكس الخيارات الفكرية والعقائدية
نتاع دول الامارات وتاع دول اللي هي تقريبا الخلفيه الفكريه الوهابيه، وهذا صحيح. دونك مع الاخوان المسلمين وما همش بعاد ياسر على بعضهم في الخلفيه الفكريه، في الخلفيه الدينيه انا نظن بالذات عندهم تنافس كبير، لانه اليوم السعوديه تحب السعوديه هاوش نحكي في ساعه استراتيجيا وهذا منصور صحيح. السعوديه اليوم اللي عندها العدو الاساسي اللي في يوم من الايام تعتقد انه لازم تخوض ضده الحرب الكبيره هي ايران، واللعب الكل في المنطقه هو في اتجاه انها تستعد للحرب هذيك بالنسبه لها مش تقع في يوم من الايام. حرب مذهبيه طائفيه جزء منها طبعا مذهبي، فهمني؟ دونك اليوم بالنسبه لها هي احد قواعد الاشتباك او تحذير الانتصار على ايران لازم تكون المنطقه السنيه، لازم تكون هي زعيمه المنطقه السنيه. اليوم بالنسبه لها هي في المنطقه السنيه مع شكون باش تسيطر فكريا وايديولوجيا؟ الصراع الاساسي ومع خط الاخوان المسلمين، وهذاك اليوم اللي يفسر الصراع بين علاش اليوم موقف من الاخوان المسلمين ومن اي حزب ينجم يكون عنده انحدارات ولا عنده توجهات نتاع حركه الاخوان المسلمين. اذا الصراع بين الاخوان المسلمين والصراع بين ما يسمى او بين الامارات وطبعا والسعوديه هو راهو التنافس على منطقه ما يسمى الاسلام السني فقط. عنده اسقاطاته على تونس اليوم الصراع هذا؟ طبعا عنده اسقاطاته على طبعا هذا معناتها حاجه نظن مشاهده اليوم نعرفوا جيدا، نشوف حتى وكان هما ما يقولوهاش لكن الناس كلها تعرف اليوم جيدا انه الانظمه والنظام السعودي والنظام الاماراتي طبعا باستعمال الاموال احيانا السلاح اللي عملوه في ليبيا كانوا يحبوا يعملوه في تونس، واللي عملوه في الاماره في اليمن كانوا يحبوا يعملوه في تونس وفي كل المنطقه. هما ماذا بهم يعاودوا يرجعوا الى النظام الرسمي العربي القديم اللي كان تقريبا حتى اذا كان ماهوش تابع لهم بالمعنى الفكري ولكن بالمعنى السياسي تابع لهم، لانه قبل عبر ما يسمى بالجامعه العربيه واحد السعوديه خاصه بعد ما ضعفت مصر، خاصه بعد ما مشى جمال عبد الناصر مصر وقت جاء حسني مبارك وقع في النهايه اصبحت هي بيدها نوع من عندها من التبعيه الاقتصاديه تحولت الى نوع من التبعيه السياسيه للسعوديه في النهايه على مدار 30 40 سنه التالي منذ رحيل عبد الناصر وطبعا ومن بعد صدام حسين وخاصه وبعد خاصه انظمه الحكم اللي عندها الفكر القومي وعندها الخلفيه السياسيه القوميه اصبحت السعوديه هي اللاعب الاساسي في المنطقه العربيه منطقه الاسلام السني. اليوم السعوديه ما يساعدهاش من ضمن الحاجات اللي هي تخليها ضد الثورات العربيه انه جابت لها الاسلاميين، جابت لها المنافس الجديد نتاعها على المنطقه هذه. هذاك علاش اليوم طبعا ثم الجوانب الاخرى، طبعا السعوديه اليوم ما يساعدهاش انه النموذج هذا ينجح في تونس لانه هذا النموذج هو مهدد دائما انه ينتقل لها. شفنا مره نظن المقال تاع واشنطن بوست وقت تقول راهو مستقبل الدول العربيه في تونس ليس في الرياض او في اي عاصمه عربيه اخرى. اليوم انا ناكد لك ان دول الخليج ممالك النفط يعني المستقبل لريح الديمقراطيه والمواطن طبعا هو هذا التاريخ راهو ما ينجمش يكون هذا ونجم يتعطل عام 250 سنه لكن راهو التاريخ يتقدم ويتقدم بشكل حدي ونعرفوا النتائج نتاعو معناتها مستقبلا، لانه التاريخ هذا شفناه تعدى قدامنا في اوروبا شفناه في امريكا راهو الديمقراطيه باش يمشوا لها. الناس هذوما اللي في الامارات والا في السعوديه هما يؤجلون هك المسير هذاك فقط، لكن انا نتصور وناس كلها تعرفوا ما بدهم يعرفوا انه في النهايه هذاك مش يوصلوا له. واحيانا عمليه المقاومه للتاريخ تصبح جزء من انه هو التاريخ يحقق النجاحات هذيك يحقق النتائج هذيك. التاريخ وعنده طبع موضوعي مش طبع ذاتي، انا بقطع نظر على ارادات الناس اللي موجوده في النهايه راهو باش نمشيوا للديمقراطيه. اليوم الخليجيين يعرفوا انه نجاح التجربه كما التجربه التونسيه مش فقط الخليجيين راهو النظام الرسمي العربي في البلايص الكل راهو نجاح التجربه، وهذا تحدي كبير للتجربه العربيه التونسيه. نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس راهو سيعني انه الدول هذيك ستكون مجبره على انها تعيش مثل ذلك الانتقال. ربما عملت لي احسن نقطه للانتقال في موضوعنا اليوم عبد الواحد الحيوي الناشط السياسي. اليوم تحدثت على التجربه الديمقراطيه، فما استثناء تونسي حولوا جدل، حولوا ربما توجهات مختلفة في التقييم في الآراء في أيضا الرؤى الاستشرافية والاستراتيجية. اليوم وإحنا دخلنا في سنة جديدة، سنة ستكون حبلة بالتحديات لعل أهمها الانتخابات القادمة، كيفاش نجم نقيم هذه التجربة على ضوء اليوم حراك كبير تشهد عديد ولايات الجمهورية، عديد القطاعات، اضرابات مرتقبة واضرابات قائمة، مشاكل في قطاعات حيوية مثل التعليم. هل أنه اليوم نعيش فعلا أزمة في علاقة بتجربة الانتقال الديمقراطي أم هذا طبيعي جدا والانتقال الديمقراطي ما يكون السلس بالطريقة اللي ربما يتمناوها البعض وعادة يكون فيه حسب التجارب المقارنة صعوبات ومطبات احنا ربما قد نكون في قلبها حاليا؟ شوف احنا في أزمة، احنا في أزمة
لكن تكون أزمة عادية، تكون أزمة طبيعية. إذا كان نرجع للمنظور التاريخي ومنظور اللي احنا نعيشه في النهاية، تجربة جديدة، تجربة مهمة جدا. اليوم شنو التجربة دي؟ كما معناتها إذا كان نشوف أنا شنو عندنا النظام الرسمي القديم طبعا، والنظام الرسمي السياسي هذيك ما كانش مسألة فوقية، هو في النهاية تعبير على علاقات اجتماعية، على عقد اجتماعي كان موجود في اللحظة ذيك. اليوم العقد الاجتماعي هذيك والعقد السياسي هذيك تفكك، يعني القديم قاعد يموت لكن الجديد مازال ما توجدش. ذكر في جرمشي أنا بقول لك أنا فهمني باشا، لأنه صحيحة، لأنها توصيفة صحيحة، لأنه في النهاية اليوم عندنا القديم قاعد يتفكك وينتهي لكن الجديد ما تبنيش. احنا في يعني احنا في منزلة بين منزلتين، في منزلة ايوه تاع المعتزة، في منزلة بين حقيقة احنا اليوم سياسيا في منزلة بين المنزلتين. الجديد مازال ما وضحش ومازال ما بينش للتوانسة واصلا كيما يقول لك جرامشي احيانا الكوابيس والغولة تطلع فيك المنطقة هذيك تاع المنزلة بين منزلتين، الفراغ اللي موجود هذيك. واحنا اليوم التوانسة نتصور كنا عندنا الكوابيس هذيك، عندنا كوابيس، عندنا كابوسين، كابوس المجهول القدام اللي احنا ما نعرفوش، وعندنا ايضا كابوس الخوف من انه واش الطرف اللي بنيها في المده اللي فاتت ينجم في اي لحظه ينجم يعاود يطيح. كنا عندنا الكابوس هذا، نتصور التوانسه خايفين من اللي حققناه في الجانب في الحريات وفي الديمقراطيه انه نعاودوا نفقدوه، لكن ايضا مش عارفين غدوه وين ماشيين. اليوم للاسف علاش بعد 8 سنين على الثوره ما زالت ربما المساله تروح مكانها؟ نفس الاسباب والمشاكل اللي قامت من اجلها الثوره، المحركات الاقتصاديه والاجتماعيه، المشكل التنموي خاصه في الجهات الداخليه، تهميش الشباب، الشباب اللي ما يحسش روحه اليوم النخبه السياسيه في مستوى انتظاراته، ما يشوفش في افاق كبيره، الشباب اللي مازال اليوم يحرق، الشباب اللي مازال اليوم يفكر في الهجره، حتى المنظمه وبرشا كفاءات قاعده تغادر في البلاد، الشباب اليوم اللي يلقى ربما أساليب الخلاص الفردي كحل من الحلول لتجاوز أزماته ومشاكله النفسية. اليوم فما شباب يقدم على الانتحار، شباب يتوجه للمخدرات، شباب يتوجه للجريمة، واليوم حتى نسب ومستويات الجريمة ربما وكأن إزاء ظاهرة. ربما عديد الظواهر الاجتماعية اللي تخلينا نفكر هل أنه احنا اليوم فعلا فشلنا أم أنه هذا أمر طبيعي وهذه هي تكلفة الانتقال الديمقراطي، ولابد وأن نصبر وما يحصل في الجهات إلا تعبير على فما إرادة شعبية لضرورة تصحيح المسار. شوف أنا تو كنت شكنت نحكي، قلنا راهو الجديد مازال موجود، هو الجديد يفترض شيء، يفترض أنه تكون ثم ديمقراطية وأنه تكون ثم عدالة جهوية، ثم نوع من العدالة الاجتماعية بين الأفراد إلى آخره، وهذيك الحلم تاع التوانسة اللي قاموا ما تقاموا من أجلها بالثورة. إذا كان قلت أنه القديم بيدو تفكك، لأنه القديم بيدو راهو مهما يكون سيء وبيدو فيه حاجات إيجابية، للأسف أنه اليوم بعض التوانسة فقدوا حتى الحاجات الإيجابية متاع السيء الفترة اللي قبل ذيك، وأحيانا ثم جزء منا ولا يرجعوا يحسوا بنوع من الحنين. ذلك بالنسبة لي أن الفشل الأساسي للمرحلة هذه أنه في النهاية ثم توانسة ينجب يكون عندهم عود، عندهم نوع من الحنين للمرحلة، للحاجات اللي كانت قليلة لكنت موجودة في المرحلة القديمة. خليني نقول حاجة اليوم في مسألة الانتقال السياسي في الجملة، نقول حققنا بعض النجاحات، عمل انتخابات طبعا مازالت برشا حاجات ناقصة حتى في المستوى المؤسسي، ثم الحاجات اللي في دينا احنا ما عملناهمش كما المحكمة الدستورية، كما الإشكالات اليوم لأهم إنجازات الدستور أو منجزات الدستور هو مسألة معناتها الهياكل اللي عندها تابع دستوري. اليوم المحكمة الدستورية الهيئة المستقلة والدستورية فعلا الهيئة المستقلة الدستورية، اليوم نشوفوا الهيئة الانتخابات مشاكل فيها. يعني في النهاية ثم حاجات بدل هيئة الانتخابات في لحظة حسينا أنه تجاوزناها وأنجزت لنا انتخابات على الأقل قبلوها التوانسة الكل، اليوم ولينا مهدين. هذا يخلينا إذا ارتباك سياسي اليوم طبعا ارتباك سياسي كبير، لكن خليني نقول لك اليوم حققنا نوع من النجاح في مستوى الانتقال السياسي، لكن ثم اخفاق شديد في مستوى الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. علاش فما اخفاق اقتصادي واجتماعي؟ وشنية التحديات السياسية المطروحة في افق سنة 2019؟ ما زلنا مواصلين حوارنا معك عبد الواحد اليحيوي الناشط السياسي، لكن قبل هذا نمشيو الموجز الاخبار. هنا تونس مستمعي ديوان فام، مرحبا بكم من جديد، شكرا لكم على الاستماع وعلى اختيار موجاتنا لديوان فام الفريكونس 91.2 في صفاقس والا 99.1 في صخيرة وجابس. شكرا لكل من يتابع فينا سواء على صفحة الفيسبوك ديوان فام وعلى السيت ويب ديوان فام
www.tfcc.net وطبعا دائما نحاول ناخذ بعين الاعتبار تفاعلاتكم خاصة على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك الصفحة الرسمية لإذاعة الديوان فهم اللي تنجموا من خلالها تخليوا كل الملاحظات والأراء وخاصة المقترحات. كل عام وانتم حيين بألف خير. طبعا في هذا العدد الأول في السنة الجديدة من برنامج هنا تونس اليوم نفتح الملف السياسي مع ضيفنا في الأستوديو الناشط السياسي والمحامي الأستاذ عبد الواحد اليحيوي. سي عبد الواحد مرحبا بك من جديد. بارك الله فيك. شكرا. قبل ما نمشيو لموجز الأخبار حكينا على أنه فما نجاح إلى حد ما على مستوى الانتقال السياسي وإحنا اليوم ندخل سنة جديدة من المنتظر وأن يكون فيها انتخابات مرتقبة في آخر العام الجديد، لكن تحدثت أيضا على أخفاق في علاقة بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية. هناك من يفسر هذا الأخفاق أو هذا التعثر حتى نسب الأمور بمشكلة النخبة السياسية ومدى قدرتها على إدارة الصراع السياسي اليوم وعلى مدى قدرتها على تلبية انتظارات التونسيين اليوم. مثلا وانت محامي ولكنك في المقابل أيضا ناشط سياسي، رينا المحامين في الفترة الأخيرة كيفاش خاضوا تحركات لإسقاط واحد من فصول القانون المالية الجديد لسنة 2019، وكأنه أيضا الاصطفافات القطاعية، الاصطفافات الحزبية الضيقة، الاصطفافات الأيديولوجية اللي عشناها بين 2011 و2014 واللي يبدو وأنها بصدد إعادة الانتعاش وإحنا الانتخابات بدأت يقرب موعدها قد تكون أحد الأسباب اللي تفسر اليوم هذا الأخفاق واللي خلى الناس اليوم ما تثقش برشا في السياسيين، ما تثقش برشا في العملية الديمقراطية، فقدت الأمل في الشأن العام. ولهذا فما عزوف كبير خاصة في الإقبال على الانتخابات، وأذكرت منذ قليل أنت مثال الانتخابات البلدية الأخيرة اللي كانت من أهم المحطات الكبرى في السنة الماضية. في تقديرك اليوم شنو المطلوب حتى نضع تونس على سكة النجاح في المرحلة القادمة، وتونس اليوم على الصعيد السياسي تدخل سنة جديدة، سنة من المنتظر وأنها تكون ساخنة سياسيا؟ ولا احنا في الايام الجايه باش نحتفلوا طبعا بالذكرى الثامنة، وحقيقة نحتفلوا بين 17 ديسمبر و 4 جانفي بذكرى الثورة المجيدة. الإخفاق الأساسي ساعة الإخفاق بتاع 7 سنين اللي تعدى ولا 8 سنين اللي تعدى هو إخفاق أولا وقبل كل شيء هو إخفاق النخبة السياسية في البلاد هذه. إخفاق في اتجاهين، إخفاق في الحكم وإخفاق في المناخ السياسي بكله. احنا الثورة التونسية بعد الثورة نتذكر أن التونس كيفش عينهم تلمع وكيفش بالحق كنا فرحانين والناس تشد الصف والناس مستعدة توكل الناس وهي ما تاكلش ونستحمي في بعضها. اللحظة هذيك وهذه الإخفاق الحقيقي ما نجمش نحوله إلى حلم. الثورة كرأس مال رمزي ينجم يلم التوانسة ويطلق نوع من المشروع الوطني، ما نجمناش نحولها إلى هكا رأس مال رمزي. هذيك نجي أنا نشوف حرب الاستقلال ونشوف الاستقلال في تونس يمكن أحد النجاحات بتاع دولة الاستقلال بتاع بورقيبة والناس اللي كانوا معاه الكل بعد الاستقلال مباشرة، انه ثم حاجه كل مشروع توجد ودز التوانسه باش يمشوا يقراوا ويخدموا ويبدلوا حياتهم. وكان فما حلمه، هو هذيك هي هو المشروع، هو الحلم، هو الحلم 56 الاستقلال كان دافع للتوانسه انهم في النهايه يحلموا انهم يمشوا مع بعضهم. الحلم هذاك توقف بعد في السبعينات ووقعت فيه الاشكاليات اللي نعرفوها، والحلم الوطني ما تحولش الى حلم ديمقراطي، هذاك موضوع اخر. احنا ايضا بعد الثوره وهذا الاخفاق الاساسي نتاع الناس الكل انه الثورة ما نجمش نبدلوها الى حلم. ومن بعد 4-5 شهور تحنا وين؟ تحنا في القطاعية، تحنا في المطلبية، وقت تضعف الدولة، وقت يضعف الاحساس بالانتماء، شيقانك في النهاية تولي كل واحد ينتمي بالقبيلة متاعو، ينتمي بالمدينة متاعو، ينتمي بالحي متاعو، ينتمي بالمهنة متاعو، لانه ما عادش يحس انه محمي في اطار الدولة. دولة ضعفت وين ترجع؟ ترجع الانتماء ما تحت الدولة. يعني احنا عمليا اليوم في ظل جمهورية القبائل كما وصفها زميلنا زياد كريشاد. هو هذا بالضبط اصبحت هي قبائل مهنية مش قبائل العرقية الدموية القديمة. مي توصيف في جزء منه صحيح، لانه علاش؟ لانه في النهاية وقت تفقد حماية الدولة تحس انك انت محمي بالدولة اللي انت فيها، اشتاق تولي تلوج على حماية كما قلت في انتماءات ما تحت الدولة. واحد يحب يحتمي بقطاع محاماة الطب كذا، لأنه فهمني وقت اللي تحس أنه الدولة اليوم ما تنجمش تحميك، ما تنجمش تنصفك، وين مش تمشي؟ تمشي
تنتمي تولي القطاعات اللي انت فيها واللي شفناها والمعارك اللي قاموا بها. ولأنها مختلفة الحقيقة المعركة تاع مثلا المحامين الفترة اللي فاتت، بدليل انه في النهاية هيئة مراقبة السوائل القانونية بيدها اعادت الفصل 36 الى طبعا الى البرلمان. اذا هذه حاجة. ثم ايضا كما قلت هي مسألة الاخفاق في الحكم. الناس اللي جات للحكم الناس ما عندهاش تجربة، وطبيعي ما عندهاش تجربة لانه بن علي قبل يحكم وحده. لكن للاسف الشديد على الاقل في المستوى، ما نحكيش حتى في مستوى الانجاز الاقتصادي، هو مستوى الانجاز الاقتصادي شنو يعرف هو مناخ. احنا خيارات تونس نعرفوها، ومنوال التنموي اللي خدمت به تونس على مدى 50-60 سنة معروف، وكان أساسا يستفيد من نوع من الاستقرار السياسي من المناخ السياسي، وعندنا دولة وعندنا إدارة وتخدم. طبعا الفكرة في الثورة كانت أنه احنا نبدل هذا المنوال التنموي، لأن المنوال التنموي أيضا كانت عنده كثير من السلبيات بما فيها التفاوت الجهوي، التفاوت الطبقي موجود في البلاد. إذا كانت الفكرة أنه احنا على المراكمات القديمة نبني حاجة جديدة، لكن اللي وقعش احنا لبنينا جديد وحتى القديم بيدو تحطم وتهدم، فوصلنا للوضع اليوم. اذا طبعا مع الارهاب مع الخيارات السياسيه الغالطه، لانه انا مثلا بالنسبه لي حتى السلطه السياسيه الاولى بما فيها الترك خاصه بعد انتخابات 2011، بعد انتخابات 2011 كان الناس يقولوا شنو كان منتظر منه. اول حاجه كانت منتظر من الترك حركه النهضه والمؤتمر والتكتل والسياسيين ساعه، هو كان لازم نجاح له يكون في مستوى الرسائل السياسيه تبع ثوره التوانسه. وقت تبعث انت التونسي تقول له راني انا هني في السياسه وراني انا ما يهمنيش في الشهريه متاعي، ها هو رمزيا هو وزير ياخذ 4 أو 3 ما عنده حتى علاقه بال ما عنده حتى ماليا ما عنده حتى ثقل مالي على الميزانيه. لكن التوانسه وقت يعرفوا انه الوزير في عرض باش ياخذ 4 قال ناخذ 3 سي، هي شنو في النهايه رساله سياسيه. وقت اليوم ما توصلش للتوانسه اللي انت ياك في النهايه ما وصلت للسلطه ماكش قاعد تعمل في محاصصه حزبيه، لان وقت تعطاش ما تبحث يعني في النهايه تدخل ثقافه الغنيمه. وقت التوانسه انت في السلطه وتوصل لهم فكره انك انت في النهايه تحكم بفكره الغنيمه، شنو مش تتوقعوا من التوانسه؟ طبعا مش تقتل القطاعيه وكل واحد يطلب، والاستاذ التعليم الثاني يقول لك لا اللي زدته للمعلم تزيدوا لي انا، والامن يقول لك لا تنظرني بالجيش، والجيش يقول وندخلوا في الوحده ذاك وهذاك اللي وقع في دوامه المطلبيه، ندخلوا في دوامه المطلبيه وندخلوا في النهايه في حوض نخرج من احنا نبني ونولوا شنو نولوا الحكومات بتاعنا تخدم كمطافه مشاكل ويزم الاطفاء اليومي. لكن تقريبا هذا اللي نعيشه فيه اليوم 7-8 سنين احنا تقريبا واحنا في حكومات تسيير اعمال، ما عندناش حكومات جابت برامج، وجابت الحكومه الوحيده اللي عملت برنامج اللي تنفذ في برنامج مش عملته هي الحكومه هذه اللي تنفذ في برنامج صندوق النقد الدولي، وللاسف اللي هو برنامج نشوف التوانسه وين معناتها واضح وين وصلتنا. لكن عبد الواحد اللي حاوي حتى نكونوا منصفين ايضا، تحدثت عن ناس اللي حكمت بين 2011 و2014، اليوم بعد انتخابات 2014 لاحظنا عوده وجوه كان عندها ادوار لعبتها في فتره بن علي، البعض يصفهم برجالات الدوله، البعض يصفهم بالكفاءات والخبرات، لكن في المقابل وكانه الحصيله ما كانتش ايجابيه بالشكل المرتقب والمنتظر. لا مش ما كانتش ايجابيه بشكل مرتقب، كانت فاشله جدا، افشل حتى من اللي قبلها. فهمني اليوم راهو بالارقام الناس ما بيزمش تكابر. راهو شوف الدينار اش كان في 2016 ولا 2014، وشوف الدينار، شوف نسبه المديونيه، شوف التضخم، شوف بالارقام الكل. راهو نكته وقت يطلع رئيس الحكومه يقول لك اوقفنا الانهيار، ايش اوقفنا؟ انا يعني في الانهيار الاقتصادي احنا. هل كنت واحد كان ممكن يحقق معناتها نتائج أسوأ من هذه النتائج؟ ما تنجمش تحقق يا ودي، نتائج سيئة جدا. وما زلت علاش شكون يقول لك رئيس الحكومة هذا ما خلوهش يخدم؟ التشويش السياسي هو اللي أربك الوضع اليوم. هذا قالوه الحكومة تحب تنجح ولكن فما ناس تعطل، فما ناس تحط في الأعصاب العجلة، فما ناس لاهية في محاربة الحكومة عوض وأنها تكون دعامة لهذه الحكومة حتى تنفذ برامجها اللي هي تتطلب وقت ولابد من صبر أيضا. الكلام هذا يتقال من 2011 بالترك، حتى ترك قالوا ما خلوناش نحكم، وهذوما كيف كيف كيفاش ما يخليكش تحكم؟ اذا انت حكومه سامحني، ما نجمش يكون المشكل اليوم فعلا في النظام السياسي كما يرى البعض. لا ما نجمش، لانه النظام السياسي اصلا احنا في تونس تو ما طبقناش. علاش؟ لانه للاسف عملنا انتخابات في علاقه بالحزب الحاكم غريبه في تونس 2014. راهو نحب نذكرك بحاجه، راهو الحكومه هذه راهي خذات الثقه بما يقارب 165 صوت في البرلمان. انت عندك البرلمان الكل، كيفاش تقول لي وفاش عطلوك؟ إذا كان أنت عندك البرلمان معاك وتطبق وتعدي قوانينك، لو كان جابونا رؤية ربما لأنه فما محاصة
فما مطلبية حزبية أيضا مش توافق تام على قضايا تطلب تفكير وتمحيص خاصة الإصلاحات الكبرى. شوف ما ثمش إصلاحات، ما فيش مختلفين. حركة النهضة ونداء تونس اللي هما عندهم القسم الكبير فيش مختلفين مع الإصلاحات، بالعكس هما مع الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، لأنه هذيك هي التوجهات. عندنا خيار آخر اليوم على صندوق النقد الدولي عبد الواحد الحيوي، لأنه فما شكون يراوى أنه الجلوس على الربوة والتنبير سامحني في العبارة سهل، لكن الفعل السياسي في قلب المحركة المعركة والمحرقة صح صعب وصعب جدا. عندنا خيارات ساعة. شوف تجارب صندوق النقد الدولي كلنا نعرفوها، كل أرجنتينا كل عام شو وقع فيها، مش وقعت في ديما تنتهي في الاخر باضطرابات اجتماعيه كبيره، لانه اصلا فكره صندوق النقد الدولي سياسات ومش معناتها يحب البلاد تدخل في بعضها، لانه فكرته شنو؟ باش يعطيك هو بنك باش يعطيك فلوس يحبك ترجع له الفلوس نتاعو، دونك يفرض عليك مجموعه من شروط التسيير. مش مشكلته الدوله كيفاش تمشي، مشكلته انه هو باش يسترجع الاموال نتاعو. اليوم فكره لما صندوق النقد الدولي مثلا اليوم يقول فما مشكل على مستوى الوظيفه العموميه تضخم الجهاز البيروقراطي هذا، لما يتحدث ايضا على اصلاحات ضروريه في الاداره في الماليه وما الى غير ذلك، هذه مش مشكل حقيقي اليوم لابد من فتح نقاش ديمقراطي حوله حتى لا نتحامل على هذه الحكومه وعلى الائتلاف الحاكم الحالي. لو كانت اطراف اخرى من المعارضه تحكم اليوم كانت مش تواجه نفس الصعوبات. لا لا مش نفس الصعوبات، لا ثم خيارات اخرى في البلاد، ثم خيارات اجتماعيه في البلاد، ثم عمليات كي تنقص احنا وحتى شفناهم وين ينقصوا. قداش باش تخدم الدوله؟ لا هذا وقع قبل صندوق النقد الدولي، مش هذا الاشكال. راهو الاشكال شنو؟ احنا اليوم قداش باش نقعدوا نعولوا على الدوله هذه؟ صندوق النقد الدولي ايش يقول لك؟ يقول لك راهو اليوم لا ماس سالاريال ما يلزمش تهبط اقل ما يلزمش تفوت 14% من الناتج القومي. تجي انت في النهايه تلقى؟ تلقى ال 14% هذيك احيانا مش بسبب لانه الشهريات احنا هاو تهبط مقارنه بتاع الشهريات باغلب الدول الموجوده في حتى في افريقيا مانيش من عندنا اعلى شهريات. الاشكال وين؟ هو اشكال بتاع انتاج مش اشكال شهريات. احنا هاو مشكلة ديما الطرح المغلوط، لانه هما تعرف ينظر للميزانيه كيفاش مثلا الحكومه تنظر لها ككونتابيليتي كشركه محاسب كشركه، شنو الربح شنو الخساره وين وديما الشركه تاعنا كيفاش تخمم. وناكد لك هذه عقليه موجوده خاصه في القطاع الخاص. وقت تم ثم مشكله ماليه اول حاجه يخمم فيها ينقصوا الخدام، بيخموش يزيدوا الانتاج اول حاجه. وناكد لك هذه العقليه موجوده في تقريبا، لكن فما مشكله اليوم في المؤسسات العموميه في الوظيفه العموميه في 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 الحوكمه نتاع الدوله هذه، وهذا اللي ياكدوا اليوم عديد المؤشرات كما تقرير دائره المحاسبات اللي نشر مؤخرا كما تقرير الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. فما اشكال حقيقي من نجموش نهربوا منه. عبد الجواد انت جاوبت توا. المشكله اليوم في تونس جزء كبير منها ماهوش مشكله الخيارات اللي لازم نمشوا لها، هي خيارات الاصلاحات فقط، هي مشكله الحوكمه هي مشكله الفساد، هي هذه الاشكال، هذه الاشكاليات الحقيقيه. ولكن يحسب لحكومه يوسف شاهين انها اول حكومه اعلنت الحرب على الفساد. وين وقتاش سمعتش بها انا خاطر الحكايه هذه؟ وين اعلنت؟ اعطيني ملفات اللي اعلنت فيها. ثم الملف اللي جينا ناقشناه مره تاع شفيق جاري اللي هو موقف مش بسبب قضايا فساد، موقف بقضيه امن دوله. ماهوش قضايا تاع فساد، وين قضايا الفساد؟ لمينا مجموعه تاع مهربين وكلها روحت. وينها اليوم؟ شوف الحمد لله اليوم الفتره هذه بتعرف انه اخر السنه ثم عندنا هيئات رقابيه. طبعا الهيئه الرقابيه الاساسيه المستقله هي معناتها محكمه دائره المحاسبات، وتو بالدستور الجديد محكمه المحاسبات. وشفنا طبعا هيئه مقاومه الفساد. ثم تقرير اخر شفته، ثم ثلاثه تقارير اليوم موجوده وشوفوا حجم الفساد اللي تعيش فيه الدوله. ثم ساعه فساد داخل المؤسسات العموميه. راهو انك تحارب الفساد مش انك تجيب خصم سياسي والا هو خطا يمول في خصم سياسي وتحطه في الحبس وتقول اني انا نحارب في الفساد. اليوم ساعه فكره على شقاف شفيق الجراي وقضيته ما تعتبرهاش في اطار الحرب على الفساد، على هو توقف الفساد ولا توقف في قضيه امن الدوله؟ انت جبتها لي وناقشناها القضيه هذه. هو موقفينه في قضيه امن دوله مش في قضيه فساد. شكون يتشدوا في قضايا الفساد؟ راهو احنا اليوم عندك في تونس، وهذه حاجه، راهو الفساد في تونس اصبح مماسسا. الفساد في تونس ولت عنده احزاب، الفساد في تونس عنده وزراء. انت الاشخاص اللي شدوهم، الشخص اللي شدوه ما نذكرش اسمه اللي هو من جمال ولا شنو، في الحمله الانتخابيه كان معنا حزب، مع شكون موجود في التصاور اللي هبطوا شفناه وكذا؟ مع شكون؟ ما خير ما نذكر، معروفين مع شكون. لا ما يسالش، اذا كان عندك معلومه تنجم تسوقها على ذمتك. لا لا التصويره موجوده ودارته معروفه بن اسماعيل ولا شو اسمه، موجود في الحمله الانتخابيه تاع نداء تونس، موجود في نفس الطاوله مع رئيس البرلمان. هذا لا يعني انه نداء تونس حزب فاسد. لا فهمني. اليوم شوف عندهم، نعرفوا اليوم شنو القضايا اللي موجوده عند النواب نتاعو، نعرفوا انه جزء ودي ثم رجال اعمال عندهم جزء من النواب تاع نداء تونس. الناس كلها تعرف هذه ماهيش، ما عادش هما طلعوا حكاوا بها. اليوم ثم شخص في كان في الهيئه السياسيه نتاعهم طلعوا وحكى على شهريات تتفعلهم،
ثم عندك رجال اعمال بما فيهم شفيق جريري كان عنده كتله برلمانيه، كان عنده 18 ولا شخص يبدا عنده كتله برلمانيه يخلص فيهم كل شهر ومواقفهم السياسيه مرتبطه به هو. دونك اليوم مش تحكي على فساد شنيه يودي. شوف حرب الفساد هي حرب حقيقيه في البلاد، وكانت نجم تعطي برشا نقاط نمو للبلاد وتعطي برشا فلوس للبلاد. احنا في النهايه الازمه الاقتصاديه وين مشينا؟ اقتصادنا، اقتصادنا في الادويه، اقتصادنا في راهو اليوم كي تشوف الخيارات واضحه، الخيارات الاقتصاديه اليوم وقت ما تزيدش 100 في الحليب، وقت منظومه الحليب كلها تحطمها على 100 مليم في الليتر وتمشي بعد تجيب الحليب البلجيكي، واضح انه تونس عندها مشكلة خيارات، لكن أسوأ من هذا كله. طيب اليوم هذايا يخلينا ازاء حتمية التفكير في المستقبل. سنة جديدة، فما استحقاق انتخابي مرتقب في 2019، فما بوادر اليوم متاع أزمة اجتماعية، ضراب مرتقب في قطاع الأعلام، مشكل متعلق بقطاع التعليم وغيرها من القطاعات، العلاقة المهتزة اليوم والعلاقة اللي ما تبشرش بسلم اجتماعي حقيقي بين اتحاد الشغل والحكومة، احتجاجات وأجواء ربما ساخنة نوعا ما في عدد من ولايات الجمهورية في طبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، تآكل الطبقة الوسطى. هذا يخلينا إزاء مسؤولية ضرورة التفكير في المستقبل، وإحنا اليوم نفتتح سنة جديدة. عبد الواحد الحيوي، ما العمل؟ خليني سأقول حاجة، أنا نظن الأخطر من مسألة الاحتجاجات الاجتماعية وإلى أنا نظن ثم حاجة وأخطر حتى من الفشل، هو مسألة الصراع اليوم داخل السلطة بين أجنحة السلطة. اليوم ثم إعادة انتشار بين مكونات منظومة انتخابات 2014، وتتخذ هذه تتخذ شكل الحروب، يعني يستعمل فيها وسائل أحيانا حتى غير أخلاقية، وهذا هو اللي صعب الأزمة اليوم الاقتصادية والأزمة الاجتماعية. شوف الاحتجاجات الاجتماعية مسألة عادية، وإحنا بالنسبة لنا جان فيه هو موسم الاحتجاجات، حتى البلاد تبدأ ماشي شوية عادي أنهم التوانسة يحتجوا. ونذكر أنا أنه الاحتجاجات هي ممارسة ديمقراطية، بالعكس هي نوع من من الديمقراطية المباشرة، لكن خليني نذكر أنا نقول أرى الاحتجاجات هذه طبعا الخطوط أو الحدود الديمقراطية بتاعها معروفة، لازم تكون سلمية، بيزمش تستهدف طبعا ممتلكات العامة ولا حتى مراكز الأمن، بيزمش تكون في الليل، فهمني؟ والاحتجاجات هذه هي احتجاجات حقيقية وعندها مبررها اليوم في الشارع. وأنا نظن اليوم أنا مثلا هذا موقفي الشخصي، أنه اليوم اتحاد الشغل يخوض في معارك عادلة، معركة إذا كان اليوم الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ضعيفة، مش معناته اتحاد الشغل حزب، لكن نحكي على الخيارات، لكن على الاقل يتهم الاتحاد بانه يعمل في السياسه، لا مش يعمل في ادوار سياسيه، لا مش يعمل دوره، يعمل في اذا كان يحب يعمل السياسه يعمل حزب ويدخل الانتخابات، يقدم قائمات وتربح القائمات هذيك ويحكم وينفذ برنامج. اتحاد الشغل يقوم ما يسمى بالسياسه العامه، مش في السياسه الحزبيه. اليوم وقت اللي يحكي اليوم على خيارات البلاد ماهوش حزب، لانه خيارات البلاد هي في النهايه وين تصب. شفت الازمه الاقتصاديه اللي بدات من بعد 2011، موجوده من قبل من 2011، ولكن طبعا معناتها عوامل نتاع الخيارات نتاع الناس يحكمونا كلهم قبل 2011 وبعد 2011، في الاخر الاقتصادي الاول تصب، لازم تصب في الاجتماعي، الاجتماعي وين تمشي؟ تمشي المنظوريه الاتحاد العام التونسي للشغل. المطلبيه مش وكانها اصبحت عبثيه نوعا ما، مش مطلبيه. هو شوف الجمله كيفاش يقولوها، هما مش غالطه ياسر، يقول لك انا نحب نرمم المقدره الشرائيه، لانك تشوف انت نسبه التضخم راهو اليوم، انت كنت تحكي الطبقه الوسطى ما عادش موجوده. اي تغيير في العالم حقيقي في العالم كله، خاصه وقت يبدا تغيير حتى في المستوى السياسي الديمقراطي، تقوم به الطبقات الوسطى. اليوم احد الحاجات اللي تمست في تونس بالباهي هو الطبقه الوسطى، اذا حاجات لازم نتبعوها. اذا كان اتحاد الشغل ما يدافعش على الطبقه الوسطى، اذا كان اتحاد الشغل ما يدافعش على طبقه المفقرين، مش الفقراء، لانه اليوم مفقرين بسبب الخيارات اللي موجوده في السلطه والناس اللي مسيطرين على السلطه. نظن اليوم هذا هذه الدور الاساسي، ماهوش الدور حزبي، هذا الدور السياسي واجتماعي عادي جدا. خلينا نرجع نقول اليوم اللي يخلي يعطي ربما بعد اخر للاحتجاجات اليوم، اللي هي يفترض انها طبيعيه وكان ممكن المهم ننظموها، وكان يقع التنظيم يا اما عبر طبعا عبر محركات مدنيه مواطنيه تنظم هذيك، ولا حتى احزاب سياسيه، ولا حتى تحدى عن انه الشارع يفلت من يد الاحزاب. علاش؟ لا احنا شنيه ممكن الفوضى تهدد البلاد، خلنا نوع من الرهاب الاجتماعي، ولينا كانه حياتنا اصلا مؤامر. اليوم تخرج في الشارع انا حياتي كموجود ملي كاني انا مؤامر، وهذه بسبب شنيه؟ شكون يتهم في شكون؟ لانه اليوم الاتهام شنيه؟ وخلنا نقولوا شي العباد متعرفه والعباد ماهيش كذا. اليوم الاحتجاجات هذو شكون يتهم بهم في شكون؟ مش يتهموا في اتحاد الشغل كذا. اليوم حركه النهضه ويوسف الشاهد طبعا التابعين نتاعو ما يتكلمش ديما ساكت،
فهمتني، واضحه الاستراتيجيه الاعلاميه تاعو الصمت. دونك يتهموا في شكون؟ يتهموا في نداء تونس، ما بقي من نداء تونس، انه هو سيستعمل هذه الاحتجاجات باش يطيح الحكومه. يعني شفت المهزلوين، انه الناس اللي حكمت المنظومه بكلها واللي هي سبب الفشل، يا اخي مستعدين نستحملوا الفشل ونتحاسبوا في 2019 خاطرش في الاخر شكون يقول فشل ولا ما فشلش يا اخوي؟ اخطر ارقام الشعب هو والانتخابات علاش موجود؟ لكن فما خشيه اليوم من انه الشعب هذا ينفر من الشان العام وينفر من السياسيين وينفر تماما من العمليه الديمقراطيه. وهذا يخليني نسالك عبد الواحد اليحيوي كناشط سياسي، كاليوم ربما انسان خذ تجارب حزبيه ولكنك اليوم خذيت مسافه بعد استقالتك من حزب حركه تونس الاراده تونس في افق 2019 سنة جديدة، كيفاش تشوف المسار الديمقراطي اليوم، تحديات المطروحة السياسية والخيارات والحلول الممكنة اليوم حتى نحميه بلادنا وحتى نعيد الأمل للتونسيين والتونسيات؟ شوف جانفي ساعة سيكون حاسمة، وإن نظن يزمنا تونس منعوها من جانفي، مش بسبب المؤامرات، بسبب الوضع الاجتماعي الخطير. لو نمشيه في الإضراب العام في 17 جانفي، هذيك قد يكون مدخل الاضطرابات تنجم تعيشها البلاد. الاضطرابات للأسف الشديد اليوم ما ثمش قوة سياسية تحظى بثقة الشعب تنجم تبني على الاضطرابات هذيك. اليوم أنا رأي أنه حتى كان نفكروا في الشارع ويزم نفكروا في الشارع عادي ما هوش إشكال، لكن مش بفكرة لا إسقاط الحكومة ولا إسقاط المنظومة. مدام شوف شعرة معاوية بينا أحنا والسلطة هذه والمنظومة الحاكمة اللي فيها نداء تونس والنهضة والشهد، مش نداء تونس، لأني أنا ما نستغرب نتلف توا في المظاهرات، لكن نداء تونس يقول أنا معارض حاليا. لا أنا معارض شنو؟ يقول أنه اختار المعارض. لا 4 سنين فشل شكون؟ أنت عبيت 2014 انتخبوا شكون؟ أعطوهم انتخاب قالوا ما نعرفش باش نعملوا لكم، وبعد جابوا لنا تاع صندوق برنامج صندوق النقد الدولي نبذوا فيه. اليوم أنا يؤسف يوجعني اللي انا نبدا خايف وكان نهبط في مسيرة نتلف نيجا سوفيان توبال ونص الحطاب معايا. انتوما مسؤولين على موقع، يلزم شوف يلزم ثم وضوح رؤيه عند التوانسه، وهذا والتوانسه ما تنجمش تعديها عليها. وين نظن التوانسه اللي ما شاوش في انتخابات البلديه 2018 كعقوبه للسياسيين، عندي قناعه انهم 2019 باش يمشي، لانهم شافوا في 2018 باي عرض سياسي باي منتوج سياسي جزء منهم ساعه باش يمشيوا. العقوبه الناس هذوما اللي حاكمين اليوم اثنين، وهذه مسؤوليتنا احنا، لازم نحضروا العرض السياسي للتوانسه. اليوم خلينا نقولوا الحاجه للتوانسه، التوانسه من حقهم يخرجوا في الشارع، من حقهم انهم يحتجوا لتعديل سياسات الحكومه. لكن اذا كنت تحبوا تبدلوا الحكومه وتحبوا تبدلوا المنظومه، خلوها في 2019، خلوها بالديمقراطيه وتنجم. انا كتبت كشفتني كتبت الصندوق طبعا، انا شفت كتبت ستاتيو قلت الشارع نجم يكون مهم في حاجه، في شنو هي؟ انك انت تنجم تعاود تبني قوه سياسيه في وسط الشارع قريب من العباد. شوف ثم عندنا فترة كبيرة ثم قطيعة بين الشارع وبين الأحزاب السياسية، بين السياسيين بصفة عامة. اليوم التوانسة حتى اللي يعملوا في السياسة الأحزاب واختيارته للشارع في وسط التوانسة، راهو ثم حاجة جديدة باش تدخلهم في أفكارهم، راهو باش يسمعوا انتظارات جديدة، راهو المكاتب ما تصنعش السياسة، راهو أنك تعمل حزب بيروقراطي وتشد وتسكر روحك الباب وتبدأ تقرا في الفيسبوك والتحاليل وما نعرف شنو، ما تعمل حتى شيء. امشي له في وسطه، امشي له معاه في الشارع، وقت اللي يخرج اخرج مع ابني، الساعة اليوم مهم، وقت اللي تمشي معاه في الشارع وتدافع عليه، تعاود تبني ثقتك معاه، وقت اللي تبني ثقة معاه يجيك في 2004 ليك أنت ولا لغيرك، المهم أنه يجيو. خليني في 2019 خليني نأكد على حاجة، راهو اليوم مش من مسألة، شوف أنه خروج العباد للشارع ماهوش مؤامرة، والناس اللي تحب تقمع المظاهرات، نسمع في تصريحات البارح، الناس اللي تحب تقمع التوانسة. وما تخليهمش يمارسوا حقهم اللي جابوه بدمهم لانهم يتظاهروا انهم يخرجوا للشارع. وحكايه مؤامره تاعي مؤامره بيناتكم، راهو ما عندنا بها حتى علاقه. واضح انتم تتامروا على السلطه وشكون يشد الحكم، احنا مشكلتنا مش الحكم. انا نقول التوانسة من حقهم يخرجوا، لكن حافظوا على البلاد. واضح حافظوا على الدوله باش كي نمشوا في 2019 نلقوا دوله مش نلقوا حاجه. وهذا يخليني نتسائل عليك سؤال اخير عبد الواحد اليحيوي، اين ستكون حزبيا في المرحله القادمه وسياسيا؟ والله الاكيد اني مش نمشي الحزب، لازم شوف خاصة الفترة بعد الأيامات اللي تعداو هذوما جماعتين التالي، شوف انك تكتب في الفيسبوك وتكتب للتوانسة ما يكفيش. شكون الحزب هذا؟ شنو هويته السياسية؟ لازم اكيد. هل هو حزب التيار الديمقراطي؟ لأنه فما أخبار في الكواليس تتحدث عن اقترابك من هذا الحزب اللي فيه برشا شخصيات يقربوا لك فكريا وسياسيا. لا هو حزب مواقفه تقرب جدا من، لا موقفي أنا تقرب من مواقفه هو جدا، هو الحزب وأنا الفرد. اما شوف ما ثمش حاجه رسميه، لاني انا حقيقه ملي خرجت سكرت الباب على اي حاجه، حبيت ناخذ مسافه، حبيت نعاود نقرا نشوف فهمني فيش، ومهم وسام مهم جدا احيانا تاخذ مسافه وانك، لكن انا نظن اذا باش نمشي الحزب انا نظن ما ينجم يكون كان اقرب حزب لي على الاقل المشروع اللي قريب لي في الفتره الجايه ينجم يكون التيار الديمقراطي، مش جديد طبعا، هو الناس اللي موجودين فيه من نفس العائله من نفس، لا مش الحزب التيار الديمقراطي
اللي اليوم فما شكون يصنفوا في خانه الاحزاب الصاعده اللي تنجم تعمل مفاجاه في الانتخابات القادمه، وكانه بدا يكتسب نوع من المشروعيه والمصداقيه. لا شوف، الموضوع انا اقول لكم ما عندوش علاقه بميزان القوى بالنسبه لي انا على الاقل. ما نمارس فيش حزبه ذاتيه لا والله ما في حتى حزب. شوفوا وحتى ولو انه دائما الشخصي يتداخل مع الموضوع. لا والله لا شوف، سياسه مش كلها حتى كان نمشي شو نقول لك حاجه عالم مثاليات. شوف لا وانا مثالي تعرف انا حتى كان نمشي لاني باش نتفاوض على حاجه ولا نتفاوض اصلا. شوف يعني لن تشترط مثلا انك تكون رئيس قائمه في لا في اي حاجه مع التيار الديمقراطي حتى تدخل لهذا الحزب. شو نعطيك حاجه، التيار ولا غير التيار الديمقراطي، بالنسبه لي انا نكون في حزب يحلم يخلي تونس تحلم، مستعد نكون قاعدي عندي بطاقة انخراط فقط صدق واندفع على المشروع هذيك. في تقديرك حزب التيار سيكون له شأن في الانتخابات القادمة في قادم السنوات؟ أنا رأي بقطع نظري نمشي له ولا ما نمشيش ليه. أنا رأي إنه التيار اليوم قاعد يبني في خيار حقيقي قدام التونس. أنا نظن مهم إن التونس ينتبهوا له. واضح. كل الشكر ليك عبد الواحد اللي يحيوي المحامي والناشط السياسي على حضورك معنا اليوم في برنامج هنا تونس. ما زلنا متواصلين بعد شوية، ضيفنا نبيل عبد اللطيف الخبير الاقتصادي، قراءة في الوضع الاقتصادي، قراءة تقييمية للاقتصاد التونسي في سنة 2018 والتحديات المطروحة في السنة الجديدة 2019 مع ضيفنا نبيل عبد اللطيف. لكن قبل هذين نمشي موزيك.